بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثالث من الكتاب السابع عشر، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. نكاح المتعة نوع من النكاح اللي كان موجودا في الجاهلية، ثم جاء الإسلام وحرمه واستقر الشرع على تحريمه. نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة على مقابل لوقت معلوم، يقول لها مثلا تتزوجيني لمدة شهر على 5000 جنيه، تقول قبلت، فينقلي العقد بعد شهر بدون طلاق. يعني نكاح المتعة ما فيهوش طلاق، ينتهي بانقضاء المدة. كويس. ولو مات أثنائها لا يتوارثان، لا يتوارثان كمان، لا ينبني عليه إرث. فهمت؟ جاء الإسلام وكان الناس بتتعامل في الزواج بهذا النوع. كان أنواع زواج كتير في الجاهلية، منه الشغار حقيقي نعرفه نوع من زواج الجاهلية نهى عنه الإسلام، ونوع زواج المتعة ده كان موجود أيضا في الجاهلية، وفي الزواج الاستبضاع هنيجي برضو نعرف أنواع الزواج اللي كان في الجاهلية، يعني اللي كان موجود قبل الإسلام وتتعامل به الناس مع النساء وفي حياتهم. ثم جاء الإسلام ونظم علاقة الرجل بالمرأة، فواجه بعض الأشياء مواجهة تدريجية، وفي أشياء أخرى منعها بالكلية من أول مرة، زي نكاح الشغار ده منعه على طول، نكاح الاستبضاع منعه على طول حرام. فوق أربعة، إن الرجل يمسك أكثر من 4 نساء عنده بعقد زواج ممنوع على طول، كلمة واحدة فيش تدريج فيها. في نكاح المتعة كان في تدريج. فهم؟ فضل مباح لحد خيبر، في فتح خيبر 6 هجري النبي نهى عنه، عن نكاح المتعة. كويس. 6 هجري كانت خيبر ايه 7 هجري، لان 6 هجري كان الحديبية، مش كده برضو، و7 خيبر، و8 عمرة القضاء، مش كده برضو، و7 صلح الحديبية، و7 فتح خيبر وعمرة القضاء، و8 فتح مكة، و9 عام الوفود، و10 حجة الوداع، ثم وفاة النبي بالتدريج. فيبقى عام خيبر 7 هجري مفيش نكاح متعة، خلاص النبي نهى عنه. جم في فتح مكة 8 هجري، في غزوة أوطاس الحنين أباح النبي له نكاح المتعة تاني على سبيل التدريج، يعني كأنه بيمرنهم، منعهم حوالي 1 سنة عن نكاح المتعة، حاجة متعودينها متوارثينها بقى لها قرون، البشرية بتتعامل بها قرون. فالنبي منعه ثم أباحه فترة فتح مكة 3 أيام، ثم نهى عنه بعد فتح مكة، بعد أوطاس، بعد غزوة حنين نهى عنه، واستقر النهي إلى يوم القيامة، وجدد النهي في حجة الوداع، تأكيد النهي اللي هو كان قاله في فتح مكة جدده في حجة الوداع، واستقر الأمر على ذلك إلى يوم القيامة بقى. يبقى لا يجوز الزواج المؤقت، نكاح المتعة هو الزواج المؤقت،
يقول تزوجت، يقول له مثلا زوجتك ابنتي، ونكاح المتعه لم يكن فيه ولي ولا شهود، لم يكن فيه ولي ولا شهود، فهو يشبه الزنا بالظبط، كانه واحد بيزني بامراه باجره. فالاسلام لا يقبل هذا. ثانيا، ليس فيه انشاء الاسره ولا المسؤوليه عن الذريه، ولا ينبني عليه احكام ارث ولا علاقه ارث بينهما اذا مات احدهما في وقت الزواج، وبالتالي هو خارج عن اجازه امرين في علاقه الرجل بالمراه. يقول الا ما ملكت، الا على ازواجكم او ما ملكت ايمانكم، مفيش حاجه ثالثه بقى، مش كده برضو؟ والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، الزواج اهو، او ما ملكت ايمانهم ملك اليمين. طيب في المتعه، ما هي الزوجه ولا ملك يمين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهمت ازاي؟ وبالتالي بنص الايه لا يجوز المتعه، لانه وراء ذلك، لان علاقه الرجل بالمراه في المتعه اما ان تكون ملك يمين او تكون زوجه، مش كده برضو؟ غير كده فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ووراء ذلك يدخل فيها العادة السرية، ويدخل فيها أي وسائل الاستمتاع بغير هذه الوسيلتين، كله يدخل في التحريم بما فيه بقى نكاح المتعة. ذهب الروافض اللي هم بقى الشيعة اللي هم موجودين في إيران دلوقتي لحد دلوقتي الاثنى عشرية إلى جواز نكاح المتعة إلى يومنا هذا، عندهم نكاح المتعة، واخد بالك؟ ولم يحرموا، يجيزوا في مذهبهم، مذهب الاثنى عشر، واهل السنه يحرمونه. طب عند اهل السنه حرام، طب اذا تزوج بالمتعه هل يقام عليه الحد لانه زاني؟ اجمع الفقهاء لانه لا يقام عليه الحد لوجود شبهه العقد، وايضا شبهه الخلاف فيه، والرسول بيقول ادراء الحدود بالشبهات. يبقى العقوبة في ايه؟ عقوبة تعزيرية وليست حدية. العقوبة فيها تعزيرية، ممكن الحاكم يعمل عليها غرامة ويفرق بينهما ويعاقبوا أي عقوبة تعزيرية، لكن ما يقيمش عليه الحد. طب ليه ما يقيمش عليه الحد؟ لشبهة العقد، ولشبهة أن بعض مذاهب المسلمين الآن بتبيحه، لأنه لم يبلغ لها التحريم، لم يثبت عندها أن النبي حرمه، فمشوا على ايه؟ على الإباحة الأولى. فهمت المسألة؟ طيب لو تزوج رجل امرأة وقال في نص العقد تزوجتك، في وجود بقى ولي، زواج عادي في وجود ولي وشهود، وقال تزوجتك لمدة عام بالنص في العقد كده، ايه حكم هذا العقد؟ مذاهب يا أستاذ. ذهب زفر من الأحناف إلى صحة العقد مع بطلان الشرط، يبقى عقد زواج صحيح ويبطل الشرط، ويبقى زواج تأبيدي. فهمت ازاي؟ ده زفر من الأحناف. وعند الشافعية باطل، هم والمالكي قالوا ده يبقى عقد باطل، لازم يعقد من أول وجديد إذا نص بالإيه؟ باللفظ. طب افرض ان هو ما نصش باللفظ، هو هيقعد يجي هنا يدرس في مصر زيكم كده، طالب ماليزي قال انا هقعد في مصر هنا ادرس 4 سنين، طب ما اتجوز واحده مصريه 4 سنين، وبعد ال4 سنين دي هي تخدمني وتطبخ لي وتونسني واتعلم منها اللغه العربيه ومصلحه، اتجوزها 4 سنين، وبعد ما اخد الشهاده الازهر اطلعها وامشي، اروح اتجوز بنت عمي هناك في ماليزيا ولا بنت خالي، ممكن يخطر في باله حاجه زي. فراح ايه؟ تقدم لاحد المصريين بس ما قالش، ده الكلام ده في قلبه، الكلام ده في ايه؟ في نيته بس، وتزوج زواج صحيح بوالي وكل حاجه، ما قالش حكايه انها مده اقامتي في مصر دي، ما قالهاش، ده في قلبه بس، نيته في مخه وقلبه. فايه حكم هذا العقد؟ صحيح بالاتفاق، إلا عند الأوزاعي، لما أنت أوزاعي
إلا عند الأوزاع شذ عن جميع فقهاء المسلمين وقال يقتل سواء نص أو نوى. فهمت إزاي؟ لكن باقي مذاهب المسلمين كلها المعتبرة والعمل عليه إنه هو طالما لم ينص باللفظ لا عبرة بنيته. فهمت إزاي؟ ويبقى العقد صحيح على التأبيد. واضح الكلام؟ ألا يعد في من عند لا، يبقى خلاف الأولى. خلاف الأولى. واضح؟ يبقى خلاف الأولى بس. يعني مش من أخلاق المسلمين الحلوين مع بعضهم يعمل كده مع الناس. فهمت إزاي؟ خلاف الأولى. لأن كتير من الناس اللي اتجوزوا بالطريقة دي استمر زواجهم، بعد كده استريح معاها وجاب عيال، ما رضاش يطلقها. فهمت ازاي؟ ولقاها كويس. ولو لقاها وحشه وما كانش وكان ناوي اصلا وما كانش ناوي انه يطلق هيطلقها. ولو لقاها وحشه هيطلقها، مش مستني يعني. فهمت ازاي؟ ولو لقاها حلوه وريحته ما هيقعد معاها. وجاب عيال وخلف عيال وانتهينا خلاص. وكتير جدا كان سيد احمد جرجير كان شيخ الازهر، والازهر زمان كان يجي الناس من جميع محافظات مصر يقيموا في الازهر، رواق الصعايده ورواق الشرقوه ورواق مش عارف ايه، كل محافظه ليها رواق. والطلبه تقعد هناك تقيم في الازهر اربع خمس سنين ست سنين عشر سنين يدرس وعايز يرجع بلده بعد كده. فكان الشيخ احمد الدردير ينصح تلامذته ان يتجوزوا فتره اقامتهم في القاهره. ليه؟ علشان يفرغ ذهنه للعلم وما يتخيلش بالبنات اللي رايحه جايه في الشارع كل يوم وهو شاب وعايش بعيد عنها. هو عايز يخلي تلامذته متفرغين لعلم الدين، مش مخيولين بالنساء اللي رايحين جايين ايه يخيلوه في الشوارع. فكان ينصحهم يقول لهم اتجوزوا فتره اقامتكم في القاهره، وما ترجعوا بلدكم وسيبوهم دول طلقوهم وابقوا ايه. لكن ما بينصوش في العقد. وكثير منهم كان يتزوج ويستمر زواجه، كثير جدا منهم. ليه؟ لانه انجب بقى واستريح معاه ولقاها كويسه خلاص مفيش مشكله. فهمت المساله؟ فكان يجيزها سيدنا مين؟ احمد دردير لطلاب العلم حتى يتفرغوا لطلب العلم، على الا ينص عليها في العقد، على الا ايه؟ ينص عليها في العقد. نشوف الاحاديث الوارده في هذا الموضوع. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 76 بعد 403,000، يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. الصحابة نشأوا في بيئة حارة، البيئة الحارة دي بتجعل العمليات الفسيولوجية في الجسم متأججة، وهم شباب والغزو كان يحتاج منهم عدة شهور بعيد عن نسائهم، فكانوا يعني لا يتحملوا البعد عن النساء المدة الطويلة دي بسبب طبيعة الجو وبسبب طبيعتهم الجسمانية وبسبب سنهم وبسبب طول مدة الغزو. فبعضهم قال نستخصي، يعني ايه؟ يعني نقطع علاقتنا بايه؟ رغبتنا في النساء باننا ايه؟ نوجئ الخصيتين. يوجئ الخصيتين يعني ايه؟ يعني يضربهم في بعض كده لما يفشلوا، يقوم ما يبقاش فيه هرمون ذكري، يبقى ما فيش عنده ايه؟ ميل للنساء. ده الخصاء. ففكروا يعملوا كده، مش فكروا يتركوا الجهاد. شفت الصحابه بقى؟ يعني يضر بدنه وما يتركش الجهاد. وهم اصلا كانت ايه قبل الاسلام كانت علاقتهم بالنساء علاقه مريحه، يتجوز ما شاء باي عدد ويترك ما شاء ويتزوج بالمده وغير مده، يعني براحته، كان مجتمع ماشي على كده. فهمت ازاي؟ فلما وجدوا هذه الصعوبه النبي اراد ان يتدرج معهم فاباح لهم زواج المتعه. فهمت ازاي؟ بدل ما يضروا ابدانهم او يتركوا الجهاد فأباح لهم زواج المتعة اللي هم معتدينه أصلا، كان موجود أصلا، شيء معمول به من الأصل، مش أنشأوا الإسلام. فهمت إزاي؟ فالنبي إيه؟ أجاز لهم زواج المتعة في هذه الفترة على سبيل التدريج ورفع الحرج.
فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن أبي قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال: كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، ولم يقل نغزو. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. وعن أبي قال: وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وعن أبي قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يبقى لم يبلغه نهي النبي، يبقى جابر بن عبد الله ظن ان المتعة مستمرة بقى. لم يبلغه نهي النبي في خيبر، ولم يبلغه نهي النبي في فتح مكة، ولم يبلغه نهي النبي تأكيده في حجة الوداع، ربما لم يكن حاضرا وقت هذا الخبر. على اي حال مثل هذه الاحاديث هي اللي اخذ بها الشيعة، فهمت ازاي؟ وقالوا حتى في عهد ابو بكر وعمر، يعني بعد وفاة النبي، يبقى مستمر. ولكن النافي والمحرم زيادة علم، وهي وزيادة الثقة مقبولة، خصوصا انه روية من جهات عديدة مش من جهة واحدة، مش من طريق واحد، وقلة جدا هي من الصحابة اللي ما عرفتش ان النبي حرمه الى التأبيد، فهمت؟ وبالتالي هذه الروايات هتجد فيها بعض الصحابة يجيز نكاح المتعة لانه لم يبلغه النهي، وبعض الصحابة يحرم نكاح المتعة لانه بلغه النهي، واستقر الامر على تحريم نكاح المتعة. وعن ابي قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر. ينفع بضم القاف وفتحها لغتان، والضم افصح. بالقبضة اللي هي كمية القبضة يعني، والقبضة بالفتح المرة من ايه، يبقى القبضة مرة والقبضة اللي هي كمية المرة، كمية اللي بتاعتها. كنا نستمتع بالقبضة يعني بقدر القبض، بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. سيدنا عمر كان عارف أن نكاح المتعة حرم، فسيدنا عمر نهى عمرو بن حريث، فافتكر سيدنا جابر أن عمر هو اللي بيحرمه لأنه بان له مفاسد، من باب اجتهاد عمر يعني، فهمت ازاي؟ ولكن سيدنا عمر نهى عنه ليه؟ لأنه عارف أن النبي نهى عنه، مش بينشئ شرع، ده بيشهر شرع ولا ينشئ شرع. يشهر يعني خفي عن بعض الناس فأشهره. وعن أبي قال: حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين. فقال جابر:
فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتعتين اللي هي ايه؟ المتعة الاولى في الحج، ان يعمل عمرة الاول ويتمتع بها الى الحج. بعض الصحابة كانوا بايه يقول لك ان دي مكروهة، تحرم بالحج اولا او تقرن معه العمرة، لكن ما تعملش العمرة قبل الحج في شهور الحج، ركز في الحج الاول. بعض الصحابة نهى عن المتعة دي، ونهى ايضا عن متعة النساء. ادي معنى المتعتين. يبقى متعة النساء اللي هو الزواج المؤقت بموقع على اجر، فهمت ازاي؟ والمتعة الثانية اللي هي ايه؟ ان تحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم تتمتع بها الى الحج. ادي المتعتين. وبعض الصحابة يعتبروا المتعة في الحج القران كمان متعة، فيحبوا الافراد، فهمت ازاي؟ بعض الصحابة كان يرى ذلك. فحصل نقاش بين سيدنا عبد الله بن الزبير وبين سيدنا عبد الله بن عباس في المتعتين، فهمت ازاي؟ حكم دي ايه ودي حكم ايه، وهل دي مكروهه ولا دي حرام، ولا قعدوا يتناقش، حصل خلاف بينهم. فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين. سيدنا عبد الله بن الزبير فضل الخليفه للمسلمين 8 سنين، 9 سنوات، خلافه سيدنا عبد الله بن الزبير 9 سنوات، فهمت ازاي؟ وبعدين في الاخر لما قتلوا الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، قالت الخلافة عنوة لعبد الملك بن مروان بعد ذلك، لأن عبد الملك بن مروان لم يكن خليفة، ده حواليه شيعة من الشام كده، وما رضاش يبايع عبد الله بن الزبير، لكن عبد الله بن الزبير بايعه أهل اليمن، وأهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل مصر. فهمت ازاي؟ أهل الشام بس هم اللي إيه فضلوا ماشيين مع الجماعة المروانيين، وقالوا لا إحنا مش هنبايع عبد الله بن الزبير. فضل الأمر على كده 9 سنين. لحد ما عبد الملك بن مروان جاله القائد المحارب الرعديد ده اللي هو الحجاج بن يوسف، وبعته الجيش وحاصر مكة وتجرع على مكة وقتله وانتهى أمره. فسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن الزبير أيام خلافة سيدنا عبد الله بن الزبير قعدوا يتناقشوا في القضية، فهمت بقى ازاي؟ فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. سيدنا عمر نهاهم عن المتعة، المتعة اللي نهاهم عن في الحج سيدنا عمر ان هما يفسخوا نية الايه الحج الى العمر، فهمت؟ الفسخ دي اللي هو النبي اجازها في عصره، قال ما تفسخهاش، يتنوى على طول كده يا بلاش. ففهموا ان سيدنا عمر بينا عن الايه، عن انه يعمل عمره اصلا، هم ما فهموش سيدنا عمر صح، او ان سيدنا عمر كان يرى ان العزيمه ان تجعل الحج افرادا ثم تعتمر بعده، وان العمره قبل الحج برخصه، فكان يامرهم بالعزيمه وينهاهم عن الرخصه قياما بالقوه في الدين يعني. فهمت بقى المساله؟ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عميس عن اياس بن سلمة عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس، عام اوطاس اللي هو عام الفتح، في المتعه 3 ايام بس، ثم نهى عنها بعد كده خلاص، اللي هي 8 هجري. وعنه بيقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. وأوطاس ده وادي بقرب الطائف، أوطاس وادي بقرب الطائف، مكان اسمه أوطاس بقرب الطائف. وعنه بيقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، بكرة يعني فتية، وعيطاء طويلة الرقبة رشيقة القوام، كويس، كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، يعني هما الاثنين بيتقدموا لها، فهم؟ فقالت ما تعطي، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها عشان جديد، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني، فاخترت هو لشبابه
ما رضيتش تاخد الثاني العجوز، ما خدش العجوزه وعملوها اغنيه، واخد بالك؟ فهي اختارت شبابه بالرغم ان هو ايه رداءه خلق قديم، ما رضيتش تاخد اللي رداءه جديد وعجوز. فهمت ازاي؟ ثم قالت: انت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. لما حرم بقى قال اللي ماسك واحده خلاص مش يستنى المده، ده حرام على طول في الحال يسيبها بقى. طب واللي اداهولها ما ياخدوش. فهمت ازاي؟ ما ياخدوش خلاص. وعن ابي قال: حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عماره بن غزيه عن الربيع بن سبره ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه، قال: فاقمنا بها 15 30 بين ليله ويوم. 15 يوم ب 30 ايه؟ ما هو ال 15 كل يوم يوم وليله يبقوا 30 نهار، واخد بالك؟ يعني ايه مجموعهم يبقوا 30، كل يوم ليل ونهار، يبقى 15 يوم يعني ايه؟ يعني 30 حسب الايه، كان كل يوم نص عملوا نصين، نص نهار ونص ليل. فهمت؟ يبقوا 30. طريقه حساب حسب مخهم بقى، كل واحد ايه على حسب البيئه اللي نشا فيها. فهمت ازاي؟ احنا ما بنحسبهاش كده دلوقتي. فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق يعني قديم، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض طري يعني لسه جديد، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة كلمة كده صعبة العنطنطة. شفت بقى كلام النبي بعيد عن اللغة العجيبة دي، لغتهم على فكرة في غريب اللغة ده كانوا يستعملوه، يعني لغة مش مشهورة كده، حتى تيجي تقراها تلاقيها صعبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفصيح من العرب، والقرآن جاء أيضا بالفصيح، بعيد عن اللغة الإيه العجيبة دي، إيه العنطنطة دي؟ مثل البكرة العنطنطة، برضه حسنة القوام، مع ان العنطنطة ما تسمعها كده تقول ايه دي المدهولة دي ولا الوحشة دي، وتطلع في الاخر حسنة القوام، يعني ايحاءات اللفظ خلاف معناه، ايحاءات اللفظ والحروف وطريقة نطقها يوحي لك انها قبيحة، في حين هي العنطنطة عندهم الجميلة اللي هي بمعنى برضو ايه اللي قالها في الرواية اللي قبلها العيطاء، عيطاء اللي مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ يعني اختاري منا واحد. قالت: وماذا تبذلان؟ يبقى أمر معروف أهو، عقود معروفة في الجاهلية عادي. فهمت إزاي؟ وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين، ثم استمتعت بها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثني أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر، وزاد قالت:
وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال إن برد هذا خلق مح، يعني قديم بالي، خلق بح مح يعني قديم بالي، يعني بالي يعني دايب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وده واضح، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى ابن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبر الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح. وأمرنا هنا يعني إيه؟ أحل لنا، يعني أجازها لنا، أمر إباحة، زي ما ربنا بيقول لك كلوا واشربوا حتى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا أمر إباحة مش أمر الوجوب، يعني لأن طبعك هتنفذ بطبعك، هتجوع هتروح تاكل، مش محتاج يعني ان لازم تاكل، ما هو خلق فيك الجوع. فيبقى هنا كلوا واشربوا ده ايه؟ امر الاباحه، زي برضو امرنا يعني اباحه، على سبيل الاباحه وليس على سبيل يعني الوجوب. يعني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اباح لنا بالمتعه عام الفتح حين دخلنا مكه ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، اللي هو اوطاس ثلاث ايام. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة عن ابن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها، دل على أن كان نكاح المتعة بلا ولي ولا شهود. فهمت إزاي؟ وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة، قعدت تفكر فترة يعني، ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. كثرة الروايات في المسألة دي يدلك على أن الأمر كان فيه خلاف كبير بين العلماء، فالإمام مسلم أراد أن يقوي روايات إيه؟ النهي والتحريم، فما اكتفاش برواية ولا اثنين ولا ثلاثة، أوراد لك روايات كثيرة حتى يقوي، لأن الأمر كان فيه خلاف ومناقشة، ده السبب يعني. في ناس يقول لك مش كان كفاية رواية واحدة، ما هو مش دريان بالخلاف اللي حصل، اللي بيقول كده مش دريان بالخلاف، عارف لو جاب لك رواية واحدة نقول لك لا ده رواية واحدة اللي بتحلل تبقى فيها شك كبير، ومن جهة طريق واحد تبقى غريبة وتبقى أحاد وتبقى ويطلع لك فيها الإمام مسلم يقول لك لا ده جاي من الطريق ده وجاي من الطريق ده وجاي من الطريق ده وجاي من الطريق ده، يبقى صعب إن تبقى الرواية دي. فهمت إزاي؟ فكل ده تقوية للخبر وليس تكرار ممل على فكرة، ده دي تقوية للخبر، تكرار ممل عند الجهلة فهمت؟ المتسرعين، لكن عند العلماء مهم جدا انه يتاكد، لان ده امر هينبني عليه تحريم وحل فلابد انه يتاكد.
وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. يقصد سيدنا عبد الله بن عباس عشان كان بيحل زواج المتعة ما كانش يعرف أن النبي حرم، فأمام يحذر منه. بس إيه؟ إن ناسا أعمى الله قلوبهم، يعني عن هذا الحكم، عن هذا الحكم، خد بالك، مش أعمى قلوبهم يعني بقوا من أهل الكفر، لا، أعمى قلوبهم يعني فهمهم عن هذا الحكم الدقيق، كما أعمى أبصارهم فلم يروا الخلاف. فهمت إزاي؟ هذه المسألة. يفتون بالمتعة يعرض برجل اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس، فناداه فقال إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلف اللي هو إيه؟ الرجل قليل العلم والأدب والخلق، يسمى جلف، ولحد دلوقتي المصريين يشتموا بيها. أما يلاقي واحد يقول له جلف، من العوام حتى في اللغة العامية بتاعتنا المصرية، فالجلف اللي هو ايه؟ قليل الادب والعلم والخلق، يسمى جلف. فقال انك لجلف جاف، يعني قاسي الطبع، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحجارك. يبقى ده تحذير مش إقامة حد، ده بيقولوا كده بيخوفوا يعني. فهمت ازاي؟ لانه كان امير المؤمنين ساعتها، هو الخليفه، وراي الخليفه يرفع الخلاف المذهبي، فالمفروض يلتزم براي الخليفه. اذا كان انت مذهبك مخالف وفي مذهب تاني وانا ارجح هذا المذهب وانا امام المسلمين، يبقى لازم تمشي على رايي. فهمت بقى ايه؟ بقى قانون يعني، لان القانون يرفع الخلاف المذهبي. فهمت بقى المسألة؟ فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها، بيكلموا كلام بقى الحاكم، فهمت؟ رئيس الدولة. فهمت ازاي؟ فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الليل وابن خالد بن وليد، سيف الليل وخالد بن وليد، خالد بن المهاجر بن سيف الليل يعني جده سيدنا خالد بن وليد، أنه بين هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا، قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع ابن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع ابن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وعن أبي قال وعمر بن العزيز ده جاء بعد إيه؟ بعد مقتل سيدنا عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله الزبير جه، وبعدين عبد الملك بن مروان حل محله بعد قتله، وانتقل الخلافة إلى الملك العضود لهم، ثم جاء بعد عبد الملك بن مروان جاء عمر بن عبد العزيز، ثم مروان بن عبد الملك، إلى نهاية الخلافة الأموية بعد ذلك. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي عن أبيهما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية اللي هي الأهلية. يبقى نهى عن إيه؟
يوم خيبر يبقى معناها انها كانت مباحه قبل خيبر ونهى عنها يوم خيبر المتعه، ثم اباحها في فتح مكه، ثم نهى عنها بعد ذلك. وعن اكل لحوم الحمر الانسيه. وعن ابي قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد، وقال سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام يقول لفلان: إنك رجل تائه، لسيدنا عبد الله بن عباس، تائه في الحكم ده، لما لأنه بيبيح في زواج المتعة، ولسه سيدنا علي كان خليفة، قال له: أنت تائه عن الأحكام بقى، أنت ما تعرفش إن النبي نهى، إنك رجل تائه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى ابن يحيى عن مالك. وورد عن سيدنا عبد الله بن عباس انه ايه، نهى عنها في اخر حياته بعد ما استقر وعرف انه كان فاته هذا الامر ولم يدرك نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان سيدنا عبد الله بن عباس يبيح في اول امره، ثم بعد ذلك اما حصل خلاف بينه ووجد انه في طرق كثيره جاءت ان النبي نهى، فنهى عنها بعد ذلك. فما حدش يقول ان سيدنا عبد الله بن عباس مذهبه إباحتها، لأنه هو غير مذهبه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد ابن علي، اللي هو محمد بن إيه؟ الحنفية. محمد بن الحنفية اللي هو ابن ستنا علي، سيدنا علي من زوجته من بني حنيفة. سيدنا محمد بن سيدنا علي ده سمى اولاده ايه؟ الحسن وعبد الله. انجب الحسن وعبد الله اولاد محمد بن الحنفيه. عن ابيهما عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الاهليه. وعن ابي قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي على عن ابيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، يعني يبيح كده يعني هادي، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ونقف عند هذا الحد على باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.